من عدة أسابيع كان في حكم محكمة مهم جدا بالنسبة لكثير من النساء، كثير من الأطفال، وبالنسبة لحالات كثيرة من الزواج العرفي. حكم محكمة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة في 19 إبريل، اللي ألزم الجهات الإدارية المختصة بقيد طفل الزواج العرفي في سجلات الأحوال المدنية. طبعا دي كانت حالة سيدة معينة، وبالتالي هذا الحكم هيستفيد منه كثير من النساء وكثير من الأطفال اللي كان بيصعب تسجيلهم لأنهم يعني هم أبناء لزواج عرفي. الحقيقة من أهم الحالات أو من الحالات الشهيرة اللي موجودة حولنا، هل ممكن تستفيد من هذا القرار ولا لا، أو من هذا الحكم ولا لا، هي الفنانة زينة. وطبعا عندها قضايا كثيرة أمام المحاكم الآن لتسجيل أبنائها من الفنان أحمد عز كما هي تقول. مساء الخير يا زينة. مساء الخير. أهلا أهلا بيكي. أنا عارفة أن احنا مخرجينك من التصوير، لكن عايزة أسألك، هل أنت ممكن تستفيدي من هذا الحكم بقيد أطفال الزواج العرفي؟ والله أنا سألت أستاذ محمد الدكر المحامي بتاعي وأستاذ طارق جميل سعيد وكده، فقالوا لي الحكم مفيد بالنسبة لي طبعا، بس لازم أرفع قضية في محكمة القضاء الإداري، ودي بتاخد لها 3 شهور. والمشكلة أنه أنا مبسوطة من الحكم ده، حتى لو هو مش في صالحي، حتى لو هو مش هيفيدني، إن هو يفيد أي ناس تانية، أي ستات تانية، يفيد أطفال، مش مهم أنا على فكرة، مهم قضيتي وكل حاجة، وطبعا أهم حاجة عندي في الدنيا عيالي، بس الحمد لله إنه في تطور في البلد، إنه يطلع حكم زي ده لأطفال ما لهمش أي ذنب، لأنه حتى لو أنا غلطت أو أنا قللت نفسي إن أنا وافقت إن أنا أتجوز عرفي، لأن أنا طلع عليا كلام كتير قوي، وطلعوا عليا ان انا متجوزه شافعي المحامي بتاعه اللي كان قبل كده، وهو وحاجات كتير قوي غلط، وانا عشان ساكته وما بطلعش اتكلم وما بقولش اي حاجه، فالحاجات مشيت والاشاعات مشيت مع الناس جامد. انا متجوزه احمد عز بورقه عرفي فيها شهود، والشهود دول شهدوا قدام المحكمه وشهدوا قبلها قدام ربنا، والشهود دول هو رفع عليهم قضيه تزوير في الشهاده، والمحكمه رفضت القضيه. انا ما بتكلمش في القضيه لان انا طلبت حظر نشر، ولان كمان في حظر نشر واحنا بنحترم القضاء. انا اللي طلبته. انت اللي طلبتي؟ ليه يا زينه طلبتي حظر النشر ده؟ عشان انا مش ما كنتش عاوزه الموضوع اصلا يحصل فيه انه يتدخل الاعلام اصلا، وكنت عاوزه الموضوع يعدي بسلام، ما كنتش عاوزه اصلا مشاكل من الاول اكيد يعني. هو اللي راح اتكاني في الـ في الـ في النيابه ان انا مدوره شهادات ميلاد الولاد، وللعلم يعني انا اولادي عندهم شهادات ميلاد امريكاني ومتوثقه في وزاره الخارجيه هنا في مصر وفي القنصليه في لوس انجلوس. فانا الحمد لله يعني واخده تقريبا ربع حقي اللي انا قدرت اعمله، يعني اللي انا قدرت اطلع بيه. فانا طبعا المشكله بالنسبه لي اكتر من تدخل الاعلام، وللامانه الاعلام ما تدخلش من نفسه، يعني مش هو الغلطان، اللي غلطان اللي اداهم الفرصه انه يتدخل اللي هو احمد عز ابو الولاد، انه راح اشتكاني في النيابه. ليه اصلا انت عملت كل ده؟ ليه رحت اشتكيتني في النيابه اتهمتني بالتزوير؟ ازاي يجي لك قلب اصلا تعمل كده؟ ازاي؟ انا مندهشه منه جدا. وبعدين انا ماشيه في خطواتي اللي هو حطني عليها، يعني هو اللي حطني على التراك ده، انا ما اشتكيتوش، انا ما عملتلوش حاجه خالص. انا طول الوقت في صفه المدافع، هو اللي بيهاجم، بيهاجم مين؟ هو مش على فكره هو مش بيهاجمني انا، هو بيهاجم اطفاله اللي ما لهمش اي ذنب. حتى لو انت بتعند، لو انا مش عايزاك وانت مش عاوزني، لو اي حاجه، اطفالك دول ما لهمش اي ذنب. كفايه ان هم هيعيشوا محرومين من ابوهم طول العمر. طيب كمان عايز تعيشهم في مشاكل وانه تعمل فيهم كده، والناس انت سامح لنفسك رجولتك وانسانيتك، سامح لنفسك ان الناس تتكلم على اولادك؟ طب ماشي يتكلموا عليا وانت بتساعد في ده، وانت اصلا بتتكلم وانت بتعمل كده. طب يا سيدي ولادك لحمك ودمك، خصوصا ان انت عندك صورهم. هو بينكر يا زينه وبيقول انه ده مش حقيقي. خلاص انا بيني وبينه، بيني وبينه تحليل الدي ان ايه. لما هو اشتكاني في النيابه بالتزوير يا مدام لميس، انا رحت عملت التحليل. تفتكري ليه مش عايز يعمل تحليل الدي ان ايه يا زين؟ عشان هو عارف انهم ولاده طبعا. ما لو مش عارفه هو بيقول ايه حضرتك، بيقول يعني حاجه غريبه جدا، يقول لك لا هو اي واحده تتهم واحد يروح يعمل، لا انا مش بتهم اي حد، انا بتهم، ودي مش تهمه، ده شرف ليك ان انت يبقى عندك طفلين، دي مش تهمه ليك، دي حاجه كويسه، وبكره تعرف انها حاجه كويسه، بس بعد ما يكون الوقت عدى. هو عدى قريب. بس انا بطلب من القائمين على القوانين بتاعه المراه
ان هم يعملوا تحليل الدي ان ايه ده، يبقى اجباري انه يبقى اجباري علشان بالظبط. انا مجرمه، اوكي انا مجرمه، اوكي انا مجرمه، طيب تعالى بقى بره نفسك من المجرمه دي، تعالى اعمل الدي ان ايه، انا مستعد اجي لحضرتك ونيجي نعمل التحليل على الهواء، انا ما عنديش مشكله. هو مطلع اشاعه ان هو عايز يروح يعمل التحليل في امريكا علشان هنا مفيش امانه وانه مش عارف ايه وكلام كده غلط ملوش لازمه. طب اقول لك على حاجه، انا باثق جدا في مصر في البدايه، انا وانا في امريكا طلبت منه تعالى اعمل التحليل عشان نخلص عشان ارجع بالعيال، مفيش ما جاش دلوقتي بيطلع ان هو عايز يعمل في امريكا. انا مستعد اطلع مع المريخ نعمل التحليل، مستعد يجي ياخد عياله هو ويروح يعمل بيهم التحليل لوحده، راعي ربنا بقى واتقي ربنا، فضحتنا وفضحت نفسي كفايه. زينه الخط ارجوكم انا كمان في حاجه، ان القضيه بتاعتي قربت، كل ما بنروح محكمه يا استاذه بيردوا القاضي، يعني السب والقذف اللي جايباها بنت المحاميه اللي انا كنت عامله لها توكيل دي، السب والقذف اللي انا عامله لها كله بيردوا فيه القضاه، كل شويه يردوا قاضي. انت حاسه ان ده تضييع وقت؟ مش ممكن، كل القضاه بيتردوا، في قضيتي رد القاضي برضه، رد القاضي وقرار النيابه اللي هو فرح بيه وطالع عمال بيتاجر بيه جدا ويقول ان هو كسب القضيه ومبروك والنيابه برأت، النيابه ما بتبرأش. النيابه والنيابه دي اصلا اللي انت ما احترمتهاش قبل كده وما رحتش لما بعتتك للطب الشرعي ورحت انا وعيالك. بيعمل حاجات ما فيش مخلوق عنده ثلاث سنين ممكن يصدق اللي بيعمله، وعمال يراوغ، وانت نهايتك ايه؟ انت نهايتك ايه؟ حضرتك القضيه دي هو بيدخل فيها ناس عشان يتوسطوا وعلشان يأذونا انا وعياله. اذي زي ما انت عاوز ومهما الناس دي حاولت. انا بحذر اي حد لاني عارفاهم كلهم بالاسم، واي حد بيتدخل له بقول له راعي ربنا، احمد عز مش هينفعك في حاجه. انت خايفه يا زينه؟ هل انت أيوة خايفه؟ ايوه طبعا، ايوه في لعب حضرتك، قرار النيابه ده بيدل على البدايه. ايوه طبعا في لعب، وانا مش هسكت. انا مش هسكت، اي لعب مش هسكت عليه، واي حد تدخل له عارفه اسمه وعارفه كل حاجه عنه وعارفه بيشتغل ايه، بقول لهم راعوا ربنا عندكم عيال، راعوا ربنا، انتوا واقفين مش قدام زينه. ايه ايه واقفين قدام طفلين. ايه كل حاجه الخطوه الجايه، يعني الخطوه الجايه ايه؟ كل الاسامي دي بس مع الوقت المناسب، ويا رب ما اقولهاش، ويا رب ما يجيش الوقت ده. انا عايزه اخد حق انا وعيالي ونمشي نتكل على الله، وقلت له كده قبل كده، انا عايزه اخلص. حرام عليك، اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله في عيالك مش فيا انا. انا غلطت؟ انا غلطت. انت حاسه ان انت معترفه ان انت غلطت؟ طبعا انا غلطت. لما انا امنت الواحد هو ما صامش الامانه، ولما انا امنت الواحد واتجوزته ومشيت على كلامه ان ابوه تعبان وان احنا هنتجوز دلوقتي علشان بعد كده، وللامانه ان هو اللي كان مصمم على الجواز ده لان هو كان عامل نفسه ان هو يعني متدين جدا وقال الله وقال الرسول، وانا وافقته لاني كنت بحس. وفي ورقه جواز عرفي يا زينه؟ طبعا في ورقه جواز عرفي، في طبعا ورقه، وفي شهود على ورقه جواز عرفي اللي هم اهم من كده، بس الحقيقه ان الورقتين مش معايا، الورقتين معايا لان احنا سافرنا بعدها على امريكا علشان نوثق الحاجات دي، وبعدين انا مامنله على نفسي، انا بعرفه بقالي 10 سنين يا جماعه، مش سنه ولا سنتين، احنا اتجوزنا في 15/6/2012 وخلفت عيالي في 2013 شهر 10، وحملت في عيالي في واحد، انا بقول لك تواريخ. هي الحياه كلها بالنسبه لنا، حياتنا كلها متعلقه بورقه وقلم. انا بقول له اتقي ربنا، والناس اللي بيساعدوك وبيشروا على عيالك اتقوا ربنا، مش هينفعكم بحاجه، مش هينفعكم غير لما تقفوا قدام ربنا. الجلسه الجايه عندك ايه امتى يا زينه؟ الجلسه جايه ان شاء الله باذن الله يوم 21، احنا بقالنا بنتاجل دلوقتي شهرين عشان جلسه الرد بيتاجل بقاله شهرين، هم ردين القاضي. فالجلسه اتاجلت لامتى؟ اتاجلت ليوم 21/5، وجلسه الرد يوم 20. فاحنا قاعدين طبعا مرهونين. انا وبعدين في حاجه غريبه جدا، طلع في برنامج وهو نازل من المحكمه صحفيه بتساله، فراح بيقول لها، بتقول له انت واثق من ان انت تكسب القضيه؟ لا، مليون في الميه. مليون في الميه ازاي؟ انت مين عشان تقول مليون في الميه؟ انت عارف ايه عشان تقول مليون في الميه؟ ده لازم يتحاسب على كلمه مليون في الميه. ليه؟ مين اللي مطمنك قوي كده؟ مين اللي مخليك قلبك جامد قوي كده يا جاحد؟ مين؟ مين اللي قال لك تقول مليون في الميه؟ ده لو واحد اصلا مظلوم ما عملش حاجه، مش زيك انت سامع عياله وعمال يسهر فيهم وبواحده ست، يا اخي عيب. ده احنا بلاش زمل، ده احنا يا اخي مصريين زي بعض، ده احنا مسلمين، ده انت ما عملتش حساب لاي حاجه، فين انسانيتك ناحيه عيالك؟ حضرتك انا بعت له صور عياله قبل الجلسه علشان يمكن، اصحابي قالوا لي يمكن لانه فيهم واحد شبهه جدا جدا، فقالوا لي بعت له الصور، تخيل ان هو اداهم للمحامي بتاعه يوديهم الجلسه بس ما رضيش يسيبهم في الجلسه.
بيعمل حاجات غريبة، بني آدم معدوم الرحمة. أنا بطلب من أي حد مسؤول إنه يعمل قانون الدي إن إيه يبقى إجباري للراجل، لو الست كدابة تتعدم. أنا موافقة إنها تتعدم، لو ست كدبت وتبلت على راجل يعدموها، يعملوا فيها أي حاجة، يطردوها بره البلد، يعملوا أي حاجة، بس مصير الطفل ده ده أمان. إن كانت الست حبت أو غلطت أو إنها وافقت بجواز عرفي، ما هو جواز عرفي ده بيضيع حقوق، بيضيع حقوق الست. أنا لا ليا مؤخر ولا ليا نفقة ولا ليا حاجة، ما هو ده بيضيع حقوق الست. أنا ضيعت حق بنفسي، يبقى أنا عليا إن أنا أشيل وزن، بس العيال مالهمش ذنب، العيال مالهمش ذنب. أرجوكوا 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 طلعوا قانون يحمي حقوق العيال دي، طلعوا إنه أي راجل يتجاب بيت كلبشات ويتعمل له دي إن إيه ويتعمل له قدام هو ليه متخيل إنه في تزوير؟ في طب الشرع تزوير؟ أنا مش عارف، هو خايف عمال يقول إنه في تزوير، ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده؟ عايز تروح المريخ؟ تعال نروح المريخ، اجي لك البرنامج نعمل التحليل على الهواء، انا موافقه، انا راضيه باي حاجه يعملها، بس يخلصنا من شره، يخلصنا من علشان خاطر العيال. معاكي حق، بس مش عايزه بشكرك بس. يعني أنا يعني بشكرك زينة، أنت يمكن أول مرة تطلعي تتكلمي في هذه القضية، وإحنا بنحترم جدا طبعا القضاء، وبنحترم طلبك بحظر النشر وقرار القاضي بحظر النشر علشان الولاد، لكن طبعا ده قضية رأي عام، ناس كتيرة مستنية أحمد عز، الفنان أحمد عز، إنه هو يقوم بتحليل الدي إن إيه، وحنتابع معاكي هذه القضية، وفي يوم من الأيام زينة هتيجي هنا وتحكي الحكاية بتفاصيلها لما تخلص هذه القضية ويترفع حظر النشر. بشكرك شكرا جزيلا الفنانة زينة، ودايما أحمد عز طبعا عنده حق الرد إن كان يريد أن يفعل ذلك. دي كانت أول مرة زينة تتكلم عن قضيتها مع أحمد عز، أول مرة تقول قصة أنها متزوجة منه زواج عرفي، دي كان أول مرة نسمع فيها صوت زينة في هذه القضية.